شاء الله تبارك الله، تلاحظون الآن الجدار المطري من السحابة الجنوبية لمحافظة العارضة، كل ما اتجهنا شمالا نوعا ما في منطقة فضاء. الآن الفاصل المطري ما شاء الله منطقة فاضية، أيضا هناك ستظهر معنا السحابة الشمالية وجدارها المطري أيضا العظيم. منطقة الوسط راح تكون بعد قليل بإذن الله منطقة تلاقي عظيمة للسحابتين. البرد شلون كبرها، والله هي برديه ما شاء الله تبارك الله على العارضه في هذه الاثناء. طبعا حبات كبيره، لا اله الا الله، بياض البرد، بياض البرد. بردية العارضة، أوه لا إله إلا الله، برد جماعة الأرض، لا إله إلا الله، بردية عظيمة والله. الأرض بيضت، الأرض بيضت على غير المعتاد، بياض البرد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، أوش الله تبارك الله، بردية العارضة مشهد غير معهود في منطقة جازان. أن تكون البردية بهذه القوة، بهذه الكثافة، بهذا الحجم، سبحان الله. الله ما شاء الله، الله يبارك فيك. عايزين نوثق الحدث هذا للتاريخ، للتاريخ.